عدد الشهداء اللي وصلونا 5 شهداء لمستشفى جيني الحكومي، 4 شهداء، وفي شهيد وصل من الرازي. الشهيد الأول هو أحمد حسام الدين كامل السعدي، إصابة بطيارة مسيرة وإصابة كل أنحاء الجسم شظايا وأدت إلى الوفاة. وفي كمان عندنا خطاب مجدي بدوية جميع أنحاء الجسم بالقصف كمان، وأيهم جبر زكارني قصف كمان في جميع أنحاء الجسم. وفي كمان عندنا الأخوة سيف الدين علي محمود أبو عبيد اللي أجانا من الرازي، كمان إصابة بصاروخ ومن المستشفى الرازي. وأجانا كمان شهيد الخامس اللي هو عمر علي محمود أبو عبيد، وصل أشلاء، تعرفنا على هوية الشخص. كمان وصلنا كمان 9 إصابات، 3 إصابات منها إصابات حرجة وتستدعى تدخل جراحي في عمليات مستشفى جين الحكومي. وحتى في منهم اللي هو محمود علي محمود أبو حجاب، إصابة كانت بالغة في الصدر وتم تحويله لمستشفى رافيديا. والإصابات الثانية تم التعامل معها في مستشفى جنين وحاليا موجودين في مستشفى جنين في قسم العناية. والباقي الإصابات طفيفة متوسطة تم السيطرة عليها وموجودين في مستشفى جنين الحكومي.